هذا الهيكل هو أعظم قضية في التاريخ، آثاره شغلت العالم بأسره، أوطان اغتصبت ومستعمرات بنيت بحجة وجوده، إلا أن الحقيقة أنه ضائع إلى يومنا هذا. يقال أنه مغطى بأسره بالذهب والأحجار الكريمة، ومع مرور الوقت تزايدت التساؤلات إن كان مجرد أسطورة خرافية. ولغز آخر، من هي الشخصية التاريخية التي يقال أنها شيدته؟ هيكل سليمان العظيم. بعد أن تناولت في حلقة سابقة موقع مملكة قوم سبأ وعلاقة ملكتهم بلقيس بالنبي سليمان عليه السلام، سألني الكثيرون عن حقيقة وجود الهيكل العظيم الذي يقال أن نبي الله سليمان قد بناه في فترة حكمه، فقررت تخصيص هذه الحلقة للغوص أكثر في هذه القضية التي شغلت العالم والتي ما زال العلماء يبحثون عن طرف خيط يؤكد وجود هذا الهيكل، لا سيما وأن الروايات التي تتناول هذه الأسطورة متعددة وغير متشابهة، وأن آثاره ما زالت مجهولة المصير إلى اليوم. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، وكالعادة لا تنسوا أن تشتركوا في قنواتنا الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه وتراسلوني على حساباتي الشخصية في إنستغرام وفيسبوك لطرح أي معلومة أو تعليق. في هذه الحلقة سأتحدث عن ما هو هيكل سليمان؟ لماذا شيد؟ ومما يتكون؟ الروايات التي تناولت هوية الشخصية التي قررت بناءه قبل سليمان عليه السلام، موقع آثاره الحالي، الأحداث التاريخية الأبرز التي تعاقبت عليه، قصة الهيكل المختلفة بحسب النصوص الدينية، وحقيقة وجوده أسفل المسجد الأقصى، وأخيراً الآثار التي اكتشفت في سوريا وأعادت فتح ملف هيكل سليمان. هيكل سليمان من الهياكل التاريخية التي يحاول العلماء فك لغز حقيقة وجودها، لا سيما وأنه لا يوجد أي نص تاريخي موثق يتحدث عن الهيكل بشكل واضح وصريح، سوى بعض النصوص اليهودية التي تم تناقلها عبر الأجيال، والتي تتحدث عن عظمته وفخامته ومدى قدسيته. فدعونا نتناول سويا هذا الموضوع ولنغوص أكثر في تفاصيله. ذكر هيكل سليمان في النصوص الدينية الإسلامية واليهودية على حد سواء، ولكن قصته كما سترون ستختلف في النسختين، البداية مع حقيقة هيكل سليمان بحسب النصوص اليهودية. هيكل سليمان أو معبد سليمان يعرف لدى اليهود باسم بيت همقدش، وهو المعبد اليهودي الأول في القدس الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، وهو أحد أكثر الأماكن المقدسة لدى اليهود، والتي تعرضت لعمليات هدم وخراب متعددة على مر التاريخ بحسب قولهم. كيف يبدو هيكل سليمان الأول؟ وأين يقع بحسب النصوص اليهودية؟ بحسب الروايات المتناقلة، بناء الهيكل كان صغيراً ولكن فناءه كان كبيراً، وقد كان الهيكل على شكل مستطيل ويتألف من 3 غرف متساوية العرض، بحيث تم تخصيص الغرفة الرئيسية للعبادة وتسمى بالغرفة المقدسة أو قدس الأقداس، وكان يسمح فقط لرئيس الكهنة بالدخول إلى الغرفة المقدسة. أما شكل الهيكل بعد عمليات البناء المتعددة التي شهدها، فلا يوجد مخططات توضح تفصيل بنائه. أين يقع هيكل سليمان؟ بحسب ما يتناقله اليهود، فإن الهيكل قد بني على قمة جبل موريا في القدس المحتلة، والتي يطلق عليها اليهود أورشليم، الذي يدعى اليوم بجبل الهيكل، وهو في فلسطين المحتلة، وتحديداً في القدس بالقرب من مسجد قبة الصخرة أو أسفله. وهم يعتقدون أن آخر ما تبقى من هيكل سليمان هو حائط واحد أطلقوا عليه اسم حائط المبكى، وأصبحوا يقدسونه ويحجون إليه، وهو جزء من مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى. وقد بنى سليمان عليه السلام الهيكل العظيم باعتقادهم ليكون مقراً لتابوت العهد الذي يضم لوحي موسى عليه السلام اللذين حفرت الوصايا العشر عليهما. قد يتساءل البعض، أين كان يضع اليهود لوحي الوصايا قبل بناء هيكل سليمان؟ حسناً، بحسب رواياتهم كان تابوت العهد وبداخله لوحي الوصايا يوضع في السابق داخل خيمة مخصصة له عرفت بخيمة الاجتماع، وقد كانت هذه الخيمة غير ثابتة
بحيث كانت تنتقل مع اليهود أينما رحلوا واستقروا. هنا لابد من الإشارة إلى تفصيل صغير. صحيح أن القصة العالمية تقول أن النبي سليمان عليه السلام هو من بنى الهيكل الذي وضع تابوت العهد فيه، إلا أن فكرة تشييد الهيكل لم تكن فكرة سليمان، إنما كانت فكرة والده النبي داود عليه السلام، إلا أن الأخير لم يتمكن من تحقيق رغبته ببناء هيكل عظيم لوضع تابوت العهد فيه، فتممها النبي سليمان. إليكم تفاصيل القصة. بحسب روايات اليهود، يقال أن نبي الله داود أحس بالذنب كونه يعيش حياة مترفة في بيت فخم بينما يقبع تابوت العهد داخل خيمة بدائية الصنع، فعزم على بناء هيكل كبير ليهوه، وهو ما يطلقه اليهود على الإله. بدأ داود في جمع الأموال والمواد اللازمة لبناء الهيكل، وبحسب ما ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس لدى المسيحيين، فإن يهوه أي الإله قد أخبر داود عليه السلام من خلال النبي ناثان بأن بناء الهيكل المقدس لن يتم على يديه، لأنهما ملطخطان بالدماء نتيجة الحروب العديدة التي شهدها عهده، فأمر يهوه بأن يتم بناء الهيكل في عهد سليمان بن داود. اختلفت فترة بناء الهيكل باختلاف الروايات، فهناك من قال أنها امتدت على مدى 16 عاماً، ومنها من قال أنها امتدت على مدى حوالي 7 سنوات، وقد استعان فيها سليمان بمئات الألوف من العمال المهرة، الذي أتى العديد منهم من مدينة صور التي تقع حالياً في الجنوب اللبناني في عهد الملك الفينيقي حيرام، للمشاركة في بناء الهيكل وإتمامه بأسرع وقت ممكن. ويقال أن عدد العمال وصل إلى 180,000 عامل في ذلك الحين. تحدثت الكتابات اليهودية عن البذخ والفخامة اللتين ميزتا الهيكل، وكيف أنه تفوق على أي بناء آخر ينتمي لتلك الحقبة الزمنية، إذ شيدت الجدران من حجارة نقلت من المحاجر المعروفة إلى اليوم بمقالع سليمان قرب باب العمود في فلسطين المحتلة، وكان خشب السطح والأبواب من الأرز، وخشب الأرض من السرو، والكل مغطى بالذهب. بحسب النصوص التاريخية تم بناء الهيكل وهدمه 3 مرات. تم تدميره في المرة الأولى بالعام 587 قبل الميلاد على يد نبوخذ نصر ملك بابل، وقد هدم في المرة الثانية خلال حكم المقدونيين على يد الملك أنتيوخوس الرابع في العام 170 قبل الميلاد، ليهدم الهيكل للمرة الثالثة على يد الرومان عام 70 ميلادي. الغريب هو أنه ورغم الشهرة الكبيرة التي حظي بها موضوع هيكل سليمان، إلا أنه لا يوجد مصدر تاريخي موثق يؤكد أن ذلك البناء الأسطوري قد بني فعلا وتحديدا في فلسطين اليوم. فكل المعلومات التي وردت عن بناء الهيكل وتشييده وما لحق به من خراب ودمار عبر العصور إنما وصلتنا من الكتابات اليهودية فقط، ما دفع العديد من علماء وخبراء الآثار والتاريخ للقول بأن قصة هيكل سليمان ما هي إلا قصة ثقافية تناقلتها الأجيال وتمسكت بها. فعلى حد تعبير عالم الأديان الأمريكي توماس تومسون، لا نملك دليلاً على وجود هيكل في أورشليم أي القدس المحتلة في فترة حكم الملك سليمان. هذا ينقلنا إلى حقيقة هيكل سليمان كما جاءت في النصوص الدينية الإسلامية، بحيث ستجدون أنها مغايرة لما جاء في النصوص اليهودية، وتثبت أن الهيكل ليس أسفل المسجد الأقصى. ففي الحديث الشريف قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. بحسب الدين الإسلامي الحنيف، فإن من بنى المسجد الحرام هو من بنى المسجد الأقصى، وهم الملائكة بأمر من الله تعالى، أي أنهما وجدا قبل الملك سليمان. وقد قام النبي سليمان فيما بعد بترميم المسجد الأقصى بعد تعرضه للعديد من عمليات الهدم والخراب نتيجة الحروب والنزاعات في تلك الفترة، ما يعني أنه لا يوجد هيكل عظيم أسفل المسجد الأقصى كان قد بني في وقت سابق. لنكمل. وعن رسولنا الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكمه،
وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. يشير الحديث الشريف إلى أن سليمان بن داود عليه السلام لم يبني هيكلا وإنما مسجدا، فعندما دعا الملكة بلقيس، وهو الاسم الذي أطلق على ملكة قوم سبأ، دعاها إلى اعتناق الدين الإسلامي الحنيف. وبحسب الدين الإسلامي أيضا، فإن المسجد الذي بناه النبي سليمان عليه السلام هو واحد من عدة مساجد بناها لتشجيع الناس على عبادة الله عز وجل. ولكن على الرغم من تعدد الروايات المتعلقة بهيكل سليمان الشهير وتشكيك الكثيرين بحقيقة وجوده، إلا أن أسطورته ما زالت تداعب طموح العديد من علماء الآثار الذين ما زالوا يبحثون عنه إلى يومنا هذا، مع العلم أنه لم يتم العثور على أي آثار مؤكدة في فلسطين تشير إلى أنها تعود لهيكل سليمان. هذا ينقلنا إلى التالي: في الأمس القريب، أي منذ حوالي عدة أشهر، نشر تقرير علمي حول آثار تم العثور عليها في وقت سابق في سوريا، تعد هي الأقرب إلى هيكل سليمان، ما أدى إلى فتح هذا الملف من جديد وإثارة حماسة العلماء لمواصلة عملية البحث المضنية. بحسب عالم الآثار جون مونسون، فإن آثار معبد عين دارا بشمال سوريا هي الأقرب إلى مواصفات هيكل سليمان الشهير. فمواصفات معبد عين دارا ابتداء من الحقبة التي بني فيها، حجمه، هندسته وتصميمه، يطابقان بشكل كبير مواصفات هيكل سليمان التي تم تناقلها عبر النصوص الدينية والأجيال. وقد اعتبر مونسون هذا التشابه صادما إلى حد كبير، فكلاهما بنيا على نقطة هي الأعلى في المدينة التي تواجدا فيها، وهما مقسمان بالطريقة عينها: مدخل أمامي، صالة فسيحة، فمعبد يعد هو قدس الأقداس. هذا إلى جانب وجود تماثيل ومنحوتات لملائكة وحيوانات متشابهة في كلا المعبدين. تاريخ بناء معبد عين دارا بسوريا اعتبره العلماء دليلا على صحة وجود هيكل سليمان، فقد شيد حوالي العام 1300 قبل الميلاد، أي قبل بناء هيكل سليمان. وكما سبق وذكرت، لقد استعان الملك سليمان بعمال ومهندسين فينيقيين، وبالتالي قاموا بنسخ بعض من هندستهم المعمارية خلال تشييد هيكل سليمان، ما اعتبره العلماء من مثل لورانس تيجر من جامعة هارفارد دليلا قاطعا على أن ما ذكر من تفاصيل عن الهيكل في النصوص اليهودية ليست مجرد وصف لما شاهدوه من نماذج لمعابد قد تم بناؤها من بعد عهد الملك سليمان، وإنما كانت حضارة موجودة قبل هيكل سليمان بكثير. آثار معبد عين دارا في سوريا هي محط اهتمام عدد كبير من علماء الآثار الذين يحاولون ربطها بحقيقة وجود الهيكل الذي ما زال موقعه وآثاره لغزا كبيرا قد لا ينسدل الستار عنها قريبا، إلا أن الروايات ستبقى موجودة وسيتم تداولها من جيل إلى جيل، وسترتبط باسم النبي سليمان عليه السلام مسألة بناء معابد عظيمة تماما كما ارتبط اسمه بقصص ملوك كثر كمثل الملكة بلقيس والنمرود. وبهذا أكون قد عرضت عليكم كل ما يقال ويتداول عن هيكل سليمان من نصوص دينية وآراء علمية، ويبقى الجواب النهائي للسؤال الأشهر في متناول أيديكم: هل هيكل سليمان حقيقة أم مجرد خيال في قالب روايات يهودية تبرر أفعالهم واحتلالهم الغاشم؟ إذن أصدقائي، كما طلبتم هذه المعلومات الكاملة عن هيكل سليمان ولكم الحرية الكاملة في البحث، لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم وتعليقاتكم، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وأن تشتركوا معي في القناة.